لو الحكايه فيها إن فيديو مساء الخير ناس كتير جدا بتشتكي من الصداع المزمن خلال شهر رمضان الكريم وخصوصا أثناء ساعات الصيام بالنهار. طيب بتختلف الأسباب من شخص لتاني ولكن أشهر الأسباب اللي دايما بتسبب صداع هي اضطراب النوم. الناس بدأوا يتسحروا في وقت متأخر من الليل، عدد ساعات النوم قلت ومضطر يصحى الصبح بدري علشان أشغاله فده بيعرضه جدا للصداع والإرهاق وعدم الإحساس بالراحة على مدار النهار ده أشهر الأسباب في أسباب تانية برضو شهيرة هي التعرض للشمس وفي نفس الوقت مش قادر يعوض جسمه بالسوائل أو بالمية فيحصل أن ضغط الدم بيقل وده بيعرضه برضو لصداع شديد وإرهاق آآ بالنهار آآ ناس كتير بتقلل جدا الخضار والفاكهه وقت رمضان من كتر بقى المغريات الاخرى زي الاكل الدسم والحلويات فبيضطروا ان هم يقللوا الالياف ده بيسبب لهم جدا امساك والامساك من اشهر اعراضه الصداع المزمن يعني بنكتشف ان حد ما عندوش اي مشاكل غير الامساك ومجرد ما بنعالج الامساك بيبتدي يقل معاه موضوع الصداع طيب سبب شهير جدا برضو بيتعرض له الناس في الصيام هو سحب النيكوتين من الجسم والكافيين الناس المدخنة بدأ يقلل جدا التدخين بتاعه والسجاير هيبص يلاقي انه عنده صداع وعدم احساس بالتركيز وعصبية جديدة تاني يوم وده بيبقى سببه ان النيكوتين بدأ يقل من الدم بتاعه آه الكافيين نفس القصه الناس اللي بتشرب شاي وقهوه ونسكافيه كتير يبتدي يقل معدلات الكافيين في الدم يبتدي يتعرض الى صداع خصوصا الايام الاولى طيب ايه علاج القصص دي اولا هنشرب ميه بصوره كافيه من الفطار للسحور علشان ما نعرضش نفسنا لضغط واطي تاني يوم تاني حاجه آه الالياف ما تقلش خالص من اكلنا كخضار وفاكهه علشان آه ما يحصلش مشاكل في القناه الهضميه وامساك ثالث حاجه نحاول على قد ما نقدر ما نتعرضش للشمس بصوره مباشره نحاول نظبط ساعات النوم بتاعتنا ونحاول ان احنا الكافيين والنيكوتين يتقللوا تدريجيا من قبل شهر رمضان الكريم على اساس نكون مستعدين باذن الله لساعات صيام طويله بدون ما يزيدوا في الدم شكرا لكم